ابوس ايدك، مش عايز ابوس بالبلطه، بلاش البلطه، ابوس ايدك، لا بلاش البلطه. يا ابن المحظوظة، فاضل في عمرك دقيقة، مش عايز يموت بالبلطة. فكرة عظيمة. كنت تايه عني فين؟ كنت تايه عني فين؟ أنا عايز أعرفك. كنت تايه عني فين؟ عايز أعرفك. كنت تايه عني فين؟ إن شاء الله. كنت تايه عني فين؟ مات ده ولا إيه؟ ولا جريشة؟ جريشة ان شاء الله. جريشة ولا جريشة؟ ده جات له كومة يا جماعة. ده في كومة يا جماعة، ده في كومة. هات مية، هات مية. يا قاتل اهدى جريشة، يا قاتل اهدى جريشة. اهدى، انت مين؟ انا اسماعيل صاحبك يا غبي. انت لا صاحبي ولا نيلة. الله يخرب بيتك يا اسماعيل. هفهمك، انا بعليك البنطلون باظ يا اسماعيل. اسماعيل انا سخيت على روحي يا اسماعيل. بجد انا نحلة. نحلة جريشة. نجحت في ايه اللي حصل فيك النهارده ده يا جريشة؟ مشهد من فكرة الفيلم اللي بحلم ان انا احققه. يبقى نجحنا. نجحنا. ايوه في مصداقية. جريشة في مصداقية يا صية. بس يا جريشة يا صية. جريشة يا صية. صحابي يا جريشة. صحابك صية. طب عشان البصمات. انت عارف يا جريشة اللي اتعمل فيك ده لو اتعمل في الفيلم هيكسر الدنيا بصراحة. اسماعيل ما فيش حد زيه في التنكر والفاشل افكت. بقى معقول يا جريشة تبقى شغال في السينما ومش عارف تشغل اسماعيل؟ انا اتلبح حس مع الراجل ده بسبب الموضوع دوت. قلت له موضوع السبيشال افكت ده لا هياكل ولا يشرب معانا هنا في السينما. ما تيجي انزلك ماكير اهو تكسب بدل السلف والدين اللي انت عايش بيهم دول. انا عمري ما هشتغل ماكير. راجل اقعد. انا بتاع سبيشال افكت. سبيشال افكت؟ اه بقى تنك وتقرعن على الشغلانه. بتعمل انت ايه يا ازب الماكير؟ هي نيتها الوان وشويه رطوبه. مش في ايه؟ ايه ده؟ من البيت اللي هيدور فيه فكره الفيلم اللي بحلم بتحقيقها. والله يا اسماعيل انت صعبت عليا. ما عندكش اي فلاش عليها الشغل بتاعك؟ اوريه لاي منتج من المنتجين اللي بقعد معاهم يمكن تلفق. بجد يا جريشه؟ اه. برنس يخرب بيتك. 2 مليون؟ اسم كبير زي هند صبري هتطلب ايه اقل من كده يعني؟ على فكره انا حاولت معاها تنزل في الفلوس بس هي ما رضتش. بقى كده. تلو دراعي. طب بعدين؟ انا التصوير بعد يومين. طب ايه قولك بقى؟ انا هضايقها. كلميلي بدرية طلبة. على فكرة يا مستر أدهم، أنا من ساعة ما عملت فكرة الإعلان وأنا كان رأيي يعني إن احنا نجيب وجه جديد، نجيب حد كده فريش ما تشافش قبل كده عشان الناس تصدقه. طب كلمي الواد جريشة بسرعة أجيب بنات عشان نعمل كاستنج. ماشي يا هند. دخلوا جريشة والبنات. إيه ده؟ بالسرعة دي؟ أنا مكلمين من امبارح وهو واقف بره بقاله ساعة. صباح الخير يا صانع السعادة. صباح الخير يا رانيا. سهام، رهام، وأخيرا وليس آخرا ميرفت. لف كده يا ميرفت. أنا قلت هتعجبك ميرفت، بتلف لوحدها. تنفع صح؟ لا لا. ليه؟ تتناقشني هلا ولا ايه؟ استنوني بره انتوا يا ملات. يلا. ليه؟ ليه يا صانع السعادة؟ دول صفوة الصفوة. دي مناصر تعمل حملة ضد التحرش يا جريشة؟ ما هو لازم يبقوا مادة خام للتحرش. اسمع يا علم، البنت اللي أنا عايزها للحملة دي لازم يكون ليها بوصفات معينة. بنت تبدو منكسرة وهي جبروت، طيبة بس متوحشة. أنت معايا يا ابني ولا مع الأسف؟ أقطع دراعي لو فاهم حاجة، بس على العموم أنا معايا فلايش لكل مودلز مصر. كله فلايش؟ هتلاقي السمرة والشقرة والبيضة والحمرة. ايه يالا انت المناظر دي؟ في ايه سعادتك؟ ايه المناظر دي يا دي انت؟ لا مؤاخذة بيدي، فلاشة واحد صاحبي. استنى شوية. فلاشة غلط يا بيه. استنى شوية. يا بيه الفلاشة غلط. استنى شوية يا حمار انت. الله. حاضر سعادتك. بص البنت دي يا رانيا. ايه ده ايه ده ايه ده؟ دي هايلة. دي تقريبا فيها كل المواصفات اللي احنا عايزينها. مين دي يا جريشة؟ معرفش بس اكيد موديل. لا يا شيخ، امال احنا كنا بنتفرج على البوم العيله واحنا عارفين انها موديل. مين دي؟ معرفش يا بيه، بس النهارده هعرف. انا عاوزها تتوجد حالا النهارده بالليل تكون عندك. صباح الخير. صباح النور يا فندم. حضرتك جارنا هنا في العماره؟ انا اسماعيل ساكن في الشقه دي. معلش ما اعرفكش قوي، بس انا لسه جاي العماره جديد. انا يسرى جارتك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا.
حصل موقف بايخ قوي. الشقه اللي خدتها طلعت بحري. طب وايه البايخ في كده يا فندم؟ دي شقه طلعت بحري، دي ميزه. ما انا بطلع كيس الزباله نسيت شباك الحمام مفتوح، فطيار الهواء رزع الباب في ظهري، اتحبست بره. معاك موبايلك؟ طب ويا فندم ايه علاقه موبايلي برزعه الباب وطيار الهواء؟ ما عشان اكلم جوزي يجي من الشغل بدري بدل ما انا واقفه بقميص النوم على السلم كده اللي طالع ناس بتتفرج عليا. ايوه صح يا فندم صح. ما هو فعلا سؤال سيء. يا لهوي يا اما، يا لهوي شفتك وعرفتك وعظيمك. ايه ده؟ جرى ايه؟ ايه اللي انت عاملاه ده واقف بقميص النوم كده على السلم؟ ومين الحيوان ده؟ ناوي. انا حيوان يا بغل يا متخلف؟ مين العربيه الدوتش اللي دخلت علينا دي؟ عيب يا سامح، ده استاذ اسماعيل جارنا. يا خاطر ده انا شايفك وانت بتكتبي له رقم تليفونك على موبايله. وانت بقى لاهلك انت هتديني رقم تليفونها ان شاء الله حتى اللايت على السلم. انت مالك انت؟ طلعياكم مالك جدي جوز المعز؟ لا طليد، لا طليد، انا ما لايطتش والله. لا امال كنتوا بتعملوا ايه؟ انا كنت قبل ما اخد منه التليفون عشان اتصل بيه تلحقني وانا واقفه. انت ايه اللي جابك بدري من الشغل؟ عشان اكتشف خيانتك يا خاطيه. انا ما بكونش من الكلام ده، ثم انا عارف الاشكال دي العالم منظراته عالقين كده دول. اقول لك ايه، احترم نفسك.